وجدت السعادة في مصحفي وعيني تطالع في الأحرف سيبقى القريب إلى خاطري وفي كل وقت به أحتفي وفي كل وقت به أحتفي وإن شب في صدر نار لظى فأتله سرعان ما تنطفي وقد بعت كل الحياة به وإن جد أمر أتى مسعفي وإن جد أمر أتى مسعفي وكم يصطفي الله عبدا به ويورث بالذكر من يصطفي يرتل في الصبح آياته وفي الليل يبقى الصديق الوفي وفي الليل يبقى الصديق الوفي وقد عظم الله من شأنه كذا جاء في أول الزخرف فلا تجعلوه بعيد المدى ويمكث بعدا على الأرفف ويمكث بعدا على الأرفف وقد سقت نظما وحبا له وقلت بجهر وصوت خفي خذوا كل شيء تريدونه فما عدا همي سوى مصحفي فما عدا همي سوى مصحفي وجدت السعادة في مصحفي وعيني تطالع في الأحرف سيبقى القريب إلى خاطري وفي كل وقت به أحتفي وفي كل وقت به أحتفي وإن شب في صدر نار لظى فأتله سرعان ما تنطفي وقد بعت كل الحياة به وإن جد أمر أتى مسعفي وإن جد أمر أتى مسعفي وكم يصطفي الله عبدا به ويورث بالذكر من يصطفي يرتل في الصبح آياته وفي الليل يبقى الصديق الوفي وفي الليل يبقى الصديق الوفي هويو ينكا إيو آباياشا علمدا كلدوان إقيمها بدن أرضيدا قالقة علوم تشرعقة براتي يدمان كسوقيب قلياشا حفلدا قالقة كتابك إلهي يسنة النبي عليه الصلاة والسلام لقوينين يسوي مدي وحان مرلبات كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان ليه يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس فيكم بإسراف ما أنت أيولا ليا التاريخ ذو تهي تاريخ ذا هجري لحية طبنك بشي شوال كن أفر بغل أفرتن يشن هل كأيكت هاي تاريخ ذا ميلاد هنا لباتن يشن تا أبريل لبضا كن إيو لباتن يا أفر وحين يسقو إيماني حفلت لغو ماموس ايو لغو نوينين ايو ارضي كقرن شبيسي معهدك ابن تيمية او هل كان اينو يسوغو ايماني حفلة دو داس ايه انو مانتا اوچوغنا ارضي داس او عدد كودو او آدو بدن يهي كدوات تضباطن ارضي او علوم كلدوان براتي او كم اذا علم الحديث كا ايو عقيدة دا iyo khadka arabiga ardayka qalin jabisay inuu insha Allah ta'ala maanta
halkan xafladooda ay uga dabaaldegi doona hadii la yiraahdo waxaan ku furfuranana xafladeenan qiimaha badan aayado kitaabka ilaahay tabaaraka wa taaala kamid ah waxaan dhageyeyna ugu raaxayn doona abdishakur maxamed ali falyatafaddal mashkuran wa maajura a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وحين بلابني امل انو فري والبابد لا انو بلقي حفله ديني اينو اسوغي ماني مانتا وحين ان شاء الله تعالى هدنا وغسي قدبنا كلمه وصايا نافعه اينو كدغيسن دونا شيخنا جليل كا فضيله الشيخ احمد عبد الحي شيخ أحمد مسكين فليتفضل مشكورا ومأجورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله ربي وسلامه ما تعاقب الليل والنهار ثم ما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كديب دادك آدك وشرفت بذن قيمها بذن علمها ديهين والدين هديهين رقي دمر با معلمين تا أرضيذن حفلات الله سمين أيوه جهد قيد ذلك كصوب بحيسي
ardayda u dhabar adeegtay gabdha iyo wiilalba heeray soo gaadhaan maanta inay hoteelka yimaadaan ayaga oo u yimid juhdiga ay soo bixiyeen farxaddiisa inay ka qayb qaataan aad iyo aad bay dadka halka isugu yimid u mahadsand yihiin mahadda ilaahay ka sakow subxaana wa tacaala waayo allah mahaddiisu mid la koobi kara awalan wa aakhiran mahadda ilaahay waa joogto daqiiqad kasta saacad kasta laxdad kasta waxaa kaloon aad ugu mahad celinayaa khatiibka imaamka masjid jaamica igu soo dhoweeyey mala haddaydaan hore u aqoonin waa sheekhan sheekh cabdullaahi ibnu suldaan waa khatiibka iyo imaamka masjid jaamica wey magaalada jigjiga barasho wanaagsan intaa kadib waa kaftan waana tacriif anigu ardayda halkan fadhida awow baanu ahay ardayda halkaa fadhiya ha ogaadaan gabdha iyo wiilalba awow baanu ahay sababtaan awowga ugu noqdayna waxa weeye ardaydaydii anigu aan wax baray ayaa iyagana baray miyaanan awowu ahayn baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayr wa axsana allahu ilayk cimrigiina allaha dheereeyo camalkiinana allaha wanaajiyo waalidkii idinku soo tababaray juhdiga idinku soo bixiyey waxaan rabnaa ammaan halkan ka odhanayaa waxay mudan yihiin dayasho in lagu daydo oo waalidiinta kalena ay ku daydaan juhdiga iyo dadaalka ay geliyeen awlaadoodii maanta quruxda asturnaanta iyo sharafta ka muuqata aad iyo aad iyo aad wax loogu farxo weeye waana waxyaabaha waan ilaaweeye aan rabo inaan uga mahad celiyo dowladdeennan deegaanka oo xor inooga dhigtay diinteenna inaynu baranno idinkoo og dhibaatadii culimmadii joogi jirtay la soo mariyey xabsiyada lagu guri jiray masaajidda laga xidhan jiray loo diidi jiray inay wax ka akhriyaan culimmadii dhibaatadaa soo martay ayaa waxay aad u dareemayaan maanta nimcada aan inagu haysano ilaahay in loogu shukri noqo way alxamdulilaah ثم الحمد لله دولة جانس كي نوصي سينا إلى بركيو إلهي سبحانه وتعالى شقضا إنو هيان الله كو قرب استاقو وحيابها كلون أيضا هل كانوا قم هل علين يعيدا ماذا كمدا جدت كتاقن دحانتا يروب كو تاقن أو نوفض ضيسا كعلماهان inaanu dariiqyada ku marna dhib la'aan odhanaya culimmada sii daa xataa halkan keliya maa waxyaabaha cajaa'ibka in la xuso mudan waxaa ka mid a oo ciidamadan deegaanku ay sameeyaane wanaaggale in la xuso mudan aanan ogaad rabaan inaad ogaataan halkanaan anigiyo wadaad kale ka tagnay gaadhi baan qaadanay culimmo xamar iyo kismaayo ka timidoon u yeedhaynay oo bilaa sharciyabanu waxaanu sii marnaga magaalo qaranood wada garanaysaan dhibaatada ka dhici jirta gabdho iyo rag iyo odayaali cid walba waxaan ku nidhi annagu culimaan u nahay waxaan doonaynaa halkaasaan ku soconnaa safkuna aad buu dheeraa qalad bayba ahayd bay dhinaa safka gashaan maadaamaad culimo tihiin maadaamaod diin xambaarsan tihiin waxaa la yidhi waa lala soo hadlay askarigii la amar buu fulinayaa culimmadaa soo daa sargaalkii meesha haystay askarta iyo sargaalkaba ilaaha barakayaa mindha waana la sii daaya waxaan ku idhi culimaan soo qaadaynaa bilaa sharciya haddaanu culimmo ixtiraami weyno yaanu ixtiraamaynaa baa la yidhi horta diinkaas
سيدا الله سوى احترام ايو اياد غيب كميدا حمبارتين ودادو لكن ويدير تهي اد بيوفق تهي اد بيوفق تهي ودادو ويدير تهي تصالي ارباني دين سين ايا سلف كي مركا ديبقوا اللابتان نينا نرفاذين on ilmigan dhibaato uu soo marin ma jiro tusaale ahaan sheekh loodan jiray silifi 40 sano kaamil wuxuu fadhiyay masajid ku yaalla iskandariya soo masar culimadii dhulka joogtay masar markuu ilmigi ka bartay buu rihlu sameeyay khuraasan dhulkana hadda eeraan ay haysto oo safar loo gali jiray ilmiga ayuu aaday علمي جيبو كسو برتاي هدنا بغداد محوكو سفر يا واد دمير ديارد ما قاعد ما مركب ما هو قاعد كتو عشرة دو صاقر تكتاب وحوي سارين دمير دبا دهنا مركو بغداد يمي دمير كي حتى وحوي سجد دقو دقرتي سوا واي دقرتي بحق ذي وذاتك شيخو علمي كدونا يو حوغا عمل لها يعني حوغا عمل ودريميزا بمعنى ضبيعات يرأتكا ايا شيخي مركو يميد بو سلكو كفريسان وي دينا دينا بو فريست مرقاسا وحولي شيخي ابصروا هذا الكلب اربلايقا ايقا وشيخي افرتك سنة اسكندرية فردي اي خراسان علمي قودونتي وحي علمي كساقرتي اي بغداد يميد شيخ ويميد با وحو كيري ابصروا هذا الكلب بلايقا فيريا ما انت انك قفك سالو دا ارضيك كاني وداد بمام حانك برانا يا انو بعاية يا بالوردن لاي مقصد كيسو نوع ما هين تدبات الحديث باللوغو الشيخي تدبات كيبا وكاقرت الشيخ بريدا يحقلتايو دمير كيان صوفو لي با دوغرتي ماري تدبكي با يقاك عصاسانا ولفري سن كريم بولي تضباطك مركو كقرتي حديث أيا وحويد أن نبل واحد وضيقر منو نورنين منكاقي عايي أيا وحوقر أيا منو نورنين وأوقر أي قصدا مركا نركا واحد صو حصوصتا أثر صحيح مسلم كتا الله أثرتا واحد اسكالي يحيى بن أبي يحيى سند حدثنا يحيى بن أبي يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير معين يحيى بن أبي كثير إن عالم أبوها لا يستطاع العلم بالراحة الجسم لا يستطاع علم قال لقو مكره لقو مبرته جسم الراحة له رفاد بقى لغو برتا علم جانا يا صبر يا دلقات إذن موضوع ايقوه هو وصي دردارك ايقوه هو يكو هل كاين لغا سيوضو تقوانا للي ما دو قبدا يوي للبين توسنا ذان لابد وايا قرآن كينا مركا لاغرضو وهي بهاد قرآن كو قسوه العليا تقوى ذا كمذا علمك برشادي سنة تقوى لقو قادة لابا بقر سيداتن يشان آيا ضد او تقوى ابو إلهي قرآن كو شاكي مركاسو هل نوع قم الشاكين مر يضو فعل ماضي ابو شاكي مر يضو فعل مضارع إلهي شاكي مر يضو أمر ابو شاكي مر يضو اسم ابو شاكي اسم قاسو مر اسم فاعل إن المتقين اسم مفعول مر وحشاق يا أيضو مسرة إذن إله إلهي سبحانه وتعالى نبي قانو إلهي كبق والنبي محمد عيد دا كهر مك إلهي كما بقين المية يا أيها النبي يتق الله بمعنى استمرار جوكتاك نبي محمد وحي الله أمري إيام بيضنا إنك نوالي نامره التقوى أرد التقوى والله كما مارمان
تقوضا سنوائين كرد سنتهاي الكتاب والسنة مع قدرة على فهم السلف الصالح قرآنك يا سنة إن لو فهمه صحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أول ربي تابعين تي أي ربيين وحبرين صحابة تابعين أي ربيين إلى أئمة اللي جاي مهدي علماء كده ما يسا وتدا صحدا كتوسنا طريقة هدينو قادنو أوينو كامرنو وانا كلينا أمري لبوا قرآنك السنة دينا قادنو قرآنك إلهي وحوري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قرآنك اللي ذي كسر الدجية قاطة وقرآنك حديث كان نبي أنا والله نامري الله وحولي سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه قاتا نبي وحيد اللي يمد عليه الصلاة والسلام قاتا جانب كالوحى اللي يري استقوى إلهي دين أول بين قفان سينيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أنا واحد جعل يقف كستوء مسلمة مركان أدر دار مايو شيئا كليا يقفك وكبت بهذا يا إنا ندر دار ما شيئا سنمحو ياي الإخلاص والمتابعة ما معنى الإخلاص عبادة الله إنا ذو وحده سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى عبادة مركان ذو وحده قاب كون نبي محمد إلهي وقوة حذي إن أضلت ما أضو ولذلك سيدا وقيت باوحو رنجري تابعي وين أبو العالية مسألتان يسأل عنهم الأولون والآخرون لمن مسألوا ذو أما الله ما أرموت أما ذيه يهر إيا أما دون أمة محمد بوالا ويدين دونا أما حين لماذا مسألوا ذو لما إيا كيفة لما يا كيف عبدتم ربكم سداد ربي وعابدين ما سي صحة ما سي قلضة ياد وافقذين وعبادتنا تكون وافقذين نبي محمد صلوات الله والسلام عليه سيدا أوقات وحالك بمارمانا قف كني إنو النقض قف إلهي كحرا طريق وحنا يهينا كي نبي محمد النقضه حدي لقاها راي انت وحالور رجينا يا درك نبي محمد وكعب عليه الصلاة والسلام مدك لوين اين ان نقنن دد ان دين تو ذكور هينين ني شاعرة ان وحان كسو قبين هل قبين يو حوغا وأنا أهو إن شاء الله وقت ويجي قارئ ليدي قبلها وحنو دردار ما يقص وين الله ذين كهلا ضيشوا قبلها كلينا إذا كنت ضيدان أخلاق ذين كجد ضيدان وحبرشة ذين كجد ضيدان احترام كذا كجد ضيدان دورسونان تذا كجد دارن كجد ضيدان والد كود أضيع ذان أو ورك هذا أيضا ديدن لابد وهذا هبلي ويللو الجنة تحت أقدام الأمهات جنة وحي كتشرتان هويوين كين غمدود هوستيدا ساد غلا سوبخليد ايدين كا غرانيا ساسول النبي عليه الصلاه والسلام والدك عباده ربي والدك كخيغين لرالي غليو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه محل دوادغه وبالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين احسانا واد غرانيسان فعل بين نوغه بانت قرانك واد ودا غرانيسان وحال ربا غبدها مغالدا غبدهن ارديدا حافظها إن النقطان دعاد قبلها كليقة قاون كوا أفقع سيسانية كوا أسطرنين كوا سلادة تكنين كوا وحبب برنين إن السوء جيدان وأي والد كان وحان ليا هاي كو لما تشوغفان ولا فريق كما قدنا سيدي ودب تاقنادا إلا قبلها اللي ذي كلاو وريقة يمسؤولية ديدا أو رق إن شاء الله تعالى وانوان أكسان وخير قبل لو وريقة يان والله إذا كربا مسؤولية دوا إذا صارن تاي دلني يا رضا
ولشيدن لميت كيرن لغير كيدن اين سو جيدان بالين كرم مساجد يا دينتا ان ادو كينتا بارك الله فيكم غبايغان كوسا غبغبي وقت غوايغا يراده و خيري و كه الله يا دد كينو ان دينتا وربا كاين سيدا ادنيا ور غايا ابين ان من الرجال لبهيمته في صوره الرجل السميع المبصر فضين بكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدين لم يشعر وحان عدين يا ابو الرج انه كميد يحيى قار حولها وكلا ان من الرجال لبهيمه من تواتب من بعض الرجال ما هرغودن رج قار حولها وكلا في صوره الرجل موقال كوانن السميع وحمقل يا البصير وحركيا فضين بكل مصيبه في ماله شيء كستو مصيبه مال كيس كدعيا وحاوي وغرانيا واذا اصيب بدينه لم يشعر هدي دينتي سمال لك قد عيانا ما بدر إنسانا بارك الله فيكم الله إذن بركيه الله إذن حفظه إن شاء الله تعالى سنة كدي من وحان رمنا إذنكو هدنا قلن شبيهي الله إذن حفظه الله إذن بركيه وجزاكم الله خير أنا مقصد كيجي ولي أن قارين هدنا وقتقا أيان إلى علينا إنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ أنا شيخ أحمد مسكين حفظه الله ورعاه وبحر لا ساحل لها ويانو حطينا انقبنن قبل كوينو وردي مركا وقتي كنا واس كعيدي الله بركة يا شيخه كلمه قلبك كسو غوداي قلبكنا الله هادلسا ايو انو جيديي وحنو لانها يا شيخه افراحنا زادت بقدومكم وتزينت الحفله بحضوركم وعمت البهجه بوجودكم وحنو ييريا ارضيدا حمدا محمد يوسف سيدي اي سينقول له قيسه كتابك تلقين العقيده اكو سو دواته منسده سينو كود ورقبنو حفلهن حفله قران لغا قادين جبن يا ماها وحفله كتب علمي شرعي لغو سو بندغايو marka waxay u badan doonta ha soo dheereeyso xamda ha soo dheereeyso الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه أهل العلم والمعرفة وعلى سلف الصالح أهل الفصاحة والبلاغة رضوان الله أجمعين وبعد ضيوفنا الكرام أحييكم باسمي وباسم الطلاب والطالبات المعهد ابن تيمية رحمه الله تعالى لدراسة الخط العربي مع علوم الأحاديث والعقيدة السلف الصالح بتحية من قلبي يطيب شذاءها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حنقص دونا كتاب كيني منظومة تلقين العقيدة الأطفال الحمد لله عظيم الشان بكل نعمة هو رباني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة كي يحفظ العلوم حال الصغر فإنه كنقش فوق الحجر أرجو لها القبول بين الناس تكون في التوحيد كالأساس فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول خذ نصيحة بفهم أصحاب القرون الأولى من حاد عن أقوالهم مخدولا وأول السؤال عما ربي فهو الإله الحق دون ريب عرفته بالخلق والآيات قد استوى في عرشه بالذات وأمره العظيم بالتوحيد نهى عن الإشراك والتنديد والشرك نوعان هما الأكبر ودونه فيما علمنا الأصغر
له فقد أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة منها الصلاة والصيام والدعاء فاحفظ فخير طالب من قد وعى شروطها الإخلاص والمتابعة حتى تكون يا بني نافعة إسلام والإيمان والإحسان أصول هذا الدين والأركان كل له بشرعنا تفصيل بذا أتى معلما جبريل يجيبه النبي وهو يسأل عن هذه الأركان فيما نقلوا وواجب إيماننا بالرسل لأنهم أهل لذاك الفضل يدعون للتوحيد والإيمان والكفر بالأصنام والأوثان أعداتهم كثيرة لكننا نؤمن بالتفصيل في من عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن هذا كسر وين يا من السادة فضيلة الشيخ خضر بشير أو كسر هذا قلها سر قلها سريع رماي السلام كا إمام ملكا مقالة تشجع هسوده وادو الشيخ خسيو كلمة ديسا أما كلمة دي مجلس كا وقابت وجيده هذا فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوم مهرين الشيخ هذا مية ملاه دي أرمها السلام خمركي ليلون بان مناسبة أن نقلك نلوسه وشوتيه إن شاء الله تعالى ميزانك حسنات كا معلمتي وحساب برتاي مع الشيخ يلا كده دقيقة أووه النقضيبة أووه ده مرها عرورته هذا مين فهمينه أباها وحسيت على أبيه بأووه سوما معلمين تنا لسه صاري أردد يا سو صارين بأووه الله نقضي هل كاسو مركا شيخه خير الله السيو يا معلمين تا علم هذا كسو قريب كشيء هويوين كي يقبلها يا أردد إن تبا نمل بمسب كيسان كو سلام إنا سود ويا هو يسقون إمامكم قال ذا إن شاء الله تعالى إن هل كان واحد يسقون نمد إنا إنه سدع علم هذا شجعان ولكن شيخ عبد الله سلطان محمد خليف وحيري واحد فد لجوس وبندقة علوم تشريع عضة قال إن شمين قرآن ما أساس كان علوم تشريع عضة ومقصود وحوي ووسيلة دي لجو قارية مقصود هذا نيجا لبران قرآن يحديث منا لبران ماي سيدادرت هذا نو محمد وحين روشة صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قفك تكذا إنه مجنت إلهي كتشرو إن أد مجنت إلهي كتشرتو وح أد كجار يسا علوم تشريع هذا الإسلام كين أد برتو هذا علوم تشريع هذا الإسلام كبرن مجنت إلهي إن أد كتشرتو إن أد صلاة الصبح تكتو من اللي بكور هاي الميس سيدادرت هذا إن إن شاء الله إن تان ونشاخ وقتك كذا ما ذي أورانين مقصود كيانو دادعو علم هذا وحي رادين ninka ibliis la yiraahdo nabiyullaahi aadam (alayhi salaam) sababtiisa jannada laga soo saaray ilaa hadda uu nool yahay bad asna uu fadhiya markaas waqti kasta wuxuu isugu yeeraa generaladu bani aadamka u kala diray sida ay u fidmeeyaan mid walba si uu jaayso u seeyo mid baa wuxuu soo sheegaa uu soo gudbiyaa inuu bani aadamka isku diray eel biya laga cabayo isugu diray sababtiisa deetana laba qabiil ay soo habar wacdeen oo damta la iska saareen waxba isugu wadin halku islaasha hada aan aadaha laga siiyo ninka wuxuu ku yiraahdaa anuu dalka maysu laaban ku yiri hadafkii aan rabay maanad gaarin iska fariiso wax shaada ma helaysid deetana kalabaad wuxuu oranayaa anuu askartaydii aan diray hawlahay ku guuleysteen waxa kamida in qoys muslimiin oo soo koraya oo ummada nabi maxamed barid badin lahaa ilaa nabi maxamed barid sallallahu alayhi wasallam isguursada oo dhaldhala anigu ummadahan idin ku faani markaad badataan qoys tarmi lahaa oo islaama oo badan lahaa ummadna maxamed badin lahaa baan kala diray si aad darteed anigu waa inaan jaayso hela wuxuu oranayaa adu jaayso waad leedahay laakiin wali ka rabay maanad gaadhin deetana mid baa soo dhaqaaqay markaa soo oranayaa arday loo diray qur'aanka oo waalidkiisu qur'aanka ay jeclaayeen isagana la jeclaysiinayay ayaan maadiga jeclaysiyoon u soo dhaqaajiyay malaha way sayra dhex fadhidaa baan u malayn maadi baa loo badan yahay miya مسواء أردت اللفت وذو بلاها ما أدقى وين دكتان ما أدقى كما عراتهم أيو ما أدقى اللفت سوى علمي لكن مقصود كانوا قصوا على وحو يري ننك إساقا ها وحو كو يري أذيقا مرها داد أردقى قرآن كبرانا يي إي والدكيس قرآن كو قيمين يي
انت القران كي كفها كفس هذه سي اد ما ادق قيسي ادق درجه في عمان كسينا يا وي دي تنا درجه دي بكون نبنبي نمانكي كلا حنا قيمك شيادينتي كلا الما يرون بالقران كي كسار وما ادق قيسي سدو درجه دا كو هلي وحا دبا سودان ادين بريا كلا يا وي دي تنا وحي او تغي شيخ عابده وداد عابده ولكن حبد علمي لهين قل هو الله ما يقانو لكن هو عابد صلاه سبحانه حيتا ما دافته markaas wuxuu ku yiri intuu dameer gaaban ka qaatay oo gurigiisa ku gargaraacay saqdi dhexe ayuu wuxuu ku yiri malaa'iku jibriil baan ahay soo bax fowqa sabci samawaad baa laga aqbalay haddii ka dib ciidadeysan maysid macraajkaagi baa bilaabmay deetana intuu indhaha ka xiruu dameerkii saaray ayuu qashin qubkii joojiyay maashi qashinka lagu qubay markaas wuxuu ku yiri aroorta marka halkan waagu bariyo dadku meesha joogtay kula yaabaya laakiin micraajkii baad saaran tahay noloshaada lagu xun yahay ha dhageysan in dadka islaamiga gudaafada iska soo daadinaya ugu horeeyay intii magaaladu toosin qashinka ku soo qubaya meesha ayaa waxay yiraahdeen war wadaadkani wadaadkii caabidka ee masaa'ilka uu iska joogi jiray muuna adar maxaa meesha ku saaray xalaal ay sheegay ayuu yiri nolosheena aad ka xuntiin micraajkii baad saaranay waxaad ku sheekeynaysiin waa maxay deetarin nimankii buu ku yiri soo maaragtaan haduu cilmi leeyahay maashkaas uu aqbali lahaa may kaalay hadaba meel kale idin geeri عالم بوجي سقدي دحيس كهوردا سيدي أكلو كسمي ملك جبريل بان وهاي براق بان كودا فوق سبع سماوات بل وجيني يا كالي مرقى سودي لعنة الله عليك لعنة الله عليك نادش إلى دش هذا يا إبليس من نوم محمد بذيب براق لك هنا يلا صار يتناول حد إنك علم جيسان قبل بادي يسوما كنا علم لأن تيسانو هلاقني ومد يين برن الدين تي إسلام كي يوحي كوفا إذا ما أدري قالوا ما فائدة يسقى واحد لقوا فائدة ما تقرأ إسح حتى أضرب بدتي haddaad u badatay adigoo 6 sanadood ah iskuul lagu daray 7 sanadood ah iskuul lagu daray 12 sanadood baad rafaadi 19 sano kadib baad jaamacad galay 6 sanadood ah jaamacada 25 sanad xafiis noqon madax xafiiseed 30 sano 15 sano markaad lacag ururiso ayaad islaanta lama gabadh baad ku guursataa mise guri baad ku dhisataa laakiin quraanku iyo diintu waxay ku barayaan 12 ragcadood oo salaadaha faralka aan ahayn maalin walba aad tukato in guri jannada lagaaga dhisayo marka insha Allah ta'ala waxaad meesha suu timaadeen waa ki aakhiriya adduun labadaba lagu faa'iiday ma tahay mise ma ki kale ma digin in aanu macayn ani ma dima qaano ingiriis ma qaano far soomaali ma qaano far habashi warkeeda bada waxaas marka idin macayay anigu iska barta waxaas oo dhan umada lagu raaci laakiin wax Allah waxan imika hadii la haydaado diinta aynu baraneyno dhan inaanu jannatu firdowso ku helaanu baahnay wuxuu sheekhu iro sheegay waalidkeen loo isxaanfalo hadii diinta aad baran wada waalidka wuxuu isxaanfali mayse umadana badbaadin mayse nabi maxamedna ku xidnaan mayse ilaahayna ikhlaas ku caabudi mayse insha Allah taala diinteena macaan aynu bidigta ku qabsano wax Allah inta ka soo harayna bidixdan ku qabsano wajazaakum Allah khayr hukum Allah hadin barakeey jaza sheekhu tusaraya shaqiimaha badan ee cilmiga iyo fadligiisa ku saabsan ee inoo soo jeediyay waxaan rajaynayaa inuu qulubteena qub wada yiri oo fadhiga laga kaco qof waliba insha Allah ta'ala uu cilmiga ku dadaalo ta'allam falaysa almar'u yuladu 'aliman walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabira alqawmi la 'ilma 'indahu saghirun idha iltaffat 'alayhi aljahafilu وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل وحين أيرنا كل شيخ نبي مدي شيخ عبد العزيز أبو حمزة لكن أنت أنا شيخ أيرنا شيخ هو ندقدق يا وحن كه الرئيسين يا ياسمين عمر محمد أو أخري دونتا كتابك نواقض الإسلام هكوسو دوات إن شاء الله تعالى من السادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه أهل العلم والمعرفة وعلى سلف السالح أهل الفصاحة والبلاغة رضوان الله أجمعين وبعد ضيوفنا الكرام أحييكم باسمي وباسم طلاب والطالبات معهد ابن تيمية رحمه الله تعالى لدراسة خط العربي مع علوم الشرع مع علوم الحديث وعقيدة السلف الصالح بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا
وتحمل في طياتها حبا ووفاء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. متن في نواقض الإسلام. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. والثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ويتوكل عليه ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. والثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. والرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. والخامس: من أبغض شيئا من دين الله، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والسادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر إجماعا. والسابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والتاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. بسم الله. منظومة في نواقض الإسلام لفضيلة شيخ العلامة زيد بن محمد ابن الهادي المدخلي رحمه الله. قال رحمه الله: نواقض الإسلام جاءت 10، في ديننا السمح أتت مقررة. الأول: الشرك صريح المظلم، فاحذره تغنم وأنت به يا مسلم. والثاني: من يبغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث: الراضي بكفر المشرك، ومن تولى مذهبا له حكي. والرابع: المغرور تابع الهوى، القائل الشرع وقانون سوى. أو ربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أرعن. والخامس: المبغض شرع المرسل، ولو به يعمال ليس بالولي. لله رب من إليه ملتجى، ومن سواه عاجز في النسجى. والسادس: المؤذي لحزب الله، فذاك ناقض لدين الله. يقول كاذبا بهذا نلعب، ثم نخوض ليزول النصب. والسابع: السحر ومنه الصرف، وحكمه كفر كذاك العطف. من به يرضى فساء ما اشترى، لا صرف ولا عطف كلاهما افترى. والثامن: النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى.
والتاسع الإعراء والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج عن شرع النبي والعاشر الإعراض عن دين السماء أتى من الله قويما محكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الآخرة من الخاسرين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك أقدره قبدا إن وعدي كلمة الإير نينوشي دي سي أبيات قيمة بدن لقينا مقشي سي وحنو يريا فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو حمزة سيو إن شاء الله تعالى علمك إيه أهمية أولي هي هو حين وقتابته فليتفضل مشكورا ومأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات جعل فيها فجاجا وجبالا راسيات وأنهارا أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات أنزل الغيث مباركا والفلك بالخير في البحر جاريات سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله بجلال الذات وكمال الصفات ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحارك الظلمات المنزه الذات عن الاختصاص بالمحدثات حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات وما لها من حركات وسكنات عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على أكمل المخلوقات عدد ما في الكون من معلومات ومداد ما خضه القلم من كلمات ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم صابحات أولا ثم الحمد لله إلهي بأم هذا ونسكال سبحانه وتعالى الرئيسية دنبيسو إنه أقول هذا إنه هلك نسكون نمانه ثم وحين أم هذا علينا معلمين تام وقوه الرئيسية أستاذ بدري ومركز حوي يوم عد كان يهوشي سام يقبل قابدي سئي وحبر شدي سلها لما نمرتدا كسوق يبقى شينا أد بيجون أمها تسيهنا وقت جود الصاهري حن إن شاء الله تبارك وتعالى ندل استاجدونا الهمة العالية أما علو الهمة في طلب العلم هي مركا مجالات يقفك قبني حوي ضطه وحيسك ضعفا وهنك إيا همك إنك الصومالي ذا وحان راهنا الله وليبا شنكا إسلكتا إيا اللغو قلا وطوله جري سلطان تيمع عدي عبد الله سلطان تيمع دوله جري مركا آذان همون نرشو وموي دبذيل همي بي أباهنتها إيهان نرشو وحن إن شاء الله تبارك وتعالى أندول استاقدونا مركة الصالية الهمي قوكو صابسا هنكو وحوي قفكني إنو هيكسني هدف إيه ميل سر إنو هيكسني رغبنا إنو قارة هلكا قوشنا ماها إنو ماشي قارة كليا لكن قوش وحوي أن يكون على طريقي والضدي إنو قاضو وي قوش مركا همي قنا ودقن إسلام وي إيهانك السر خوصين تئي الليدنان تئي قفكو مربا وحي كسو دعاون إنو هغانا ومركا دقن آذو اللي تويان ودقن إسلام أنا هين همي إيهانك وحينا تسنية نبينا عليه الصلاة والسلام
وحويري إن الله يحب معالي الأمور ويكره صفسافها إلهي سبحانه وتعالى وحاو جعليه أمورها صرصر يقفك وهنكي سميل صرع تاغيه أي إلهي جعليه سبحانه وتعالى وحن إلهي نعبيه وحيارها الليتا يقفك إنو صهاس أفكر وتلذي سمده سأي النقطة وتساريه سمد لي تأو النقطة وعمل كي سمده سأن إتقان سنين النقطة ومد مركز حوي أن الله المستعان عليه تكلان أي مركز الإلهي النعبيه ولذلك النبي وحكسوا عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلهي سبحانه وتعالى وحوج عليه متين مركو عمل سمين أيه عمل كإنه إتقانية أو أصوه أي إلهي سبحانه وتعالى أجعليه ومركا ماشي سيء لغه وإلهك مركا نتيجة قاله ونكا صنع قنين ولذلك هداد كم صرع الله ذا إناد قاله ويدو مركا دم بكمله لكن أسبابتي وحنكي صرع وإناد لاتما عندهم قار أهان علمي قاد أخر السنة يسوم iyo culuumta aad markaas u xawayaan baranayso waa iyaduna markaas ka wasii daran tahay oo Soomaalidu waxay yiraahaan xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan taa cilmi una ka wasii daran oo dadaal farabadan buu u baahan yahay iyo marka joogtay farabadan iyo inuu qofku isku dayo inuu noqdo shakhsi hankiisi ka natiijo gaara oo marka meel fiican Allahu Musta'aan ka gaara tusaaleyaal hadii aanu soo qaadanno hankii saxaabadii iyo culimadii intii ka dambeysay waxa ku sugan fi sahih muslim oo gairihi Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu arda ayaa nabigu wuxuu ku yiri alayhi salatu wassalam salli wuxuu weydiisay ku yiri markaasa wuxuu yiri as'aluka murafaqataka fil janna waxan ku weydiisanayaa inaan jannada kugu la saaxiibo نبي عليه الصلاة والسلام وحوي رمية كاكو أنا هين ويدي سبل نبي عليه الصلاة والسلام وحوي إيغي يا هنكي سئي ماشا وتاغية رخان نبي عليه الصلاة والسلام وحوي روحك لي ويدي سو وحوي رمية واكاو أنا إذا طلبك إيقوا إنتا سموحك لما نبي عليه الصلاة والسلام وحوي إذا فاعلني على نفسك بكثرة السجود وحديقو كالميسا سجود فربضان هي الصلاة فربضان والصلاة باللوجي إذا هدا ومن تعبير الجزء وإرادة الكل والصلاة فربضان باللوجي إذا طيب سحابي قال وحبضان ونبي ويديسان لها عليه الصلاة والسلام وميش ويالي هدي أولاد إله يمرخس وقبرك يقبضي هدي مال أي تهي هدي وحك لين وقبت أي تهي هدي إنو وحلسي أي تهي وحبضان ونبي ويديسان كري عليه الصلاة والسلام oo kala weydiin laakiin meel u basharku gaaro meeshii ugu sarqaysay ayuu ka dalbaday nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wa calaamatan tadullu ala uluwi himmatihi wa hawayan calaamad ku tusinaysa hankiisu meesha uu taagna ansaara kala an keenno oo hankii saxaabada iyo meeshii taagnaayeen ku saabsan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda ومركز حويا سيد الأمة أهد النبي سيد المرخى خلق أيهي إسنا سيد الأمة أيا وحو نبي عليه الصلاة والسلام باوحو كور خمي جنضة إيا مركز حويا سيد الباب إلى ذا وحو نبي كوي رسولك إله يوم لبدي محي سوقف الباب بدا متكم إذا ونكق لي لكن سيد بوقف كق لي ميوجرا سيد دبا عدكق لي ساميجلتا أو بكر وحربا سيدات دبينو كقلو رغبا مرخا النبي عليه الصلاة والسلام وبشار يو حكوي لها أذيق أنا كمي ذي سيدات داتك كقل يو حرغ جين ايا أذيق ما إنات كمي النقطو وهنكي أو بكر السديق رضي الله عنه وارضا وانا أمد الله رغبا إنا نكود ديانو ودريقو ذي أرغا عنو يدو عقيدة كليا إنا هين عقيدة إيا عملية أخلاقية صروقية نقنهان انتبا إنا نيغا كود ديانو أرخى عنان طريقه ذي أين مرخو مدام أكوي قرآنك تسكيه أماني أيهين
تصارك لو حق الضمر كان يقنو قبل لورنجل ومحرام بنت ملحان وأنس بن مالك هبدي ويه وأم الصليم بي ولا لأهاية قبل داس أيا نبي عليه الصلاة والسلام قولي إذا يسوق أو جوغا أيو يرى قيلو شدو النبي وإنه يسوي القبطو ويرى لكولي لكول كواد قرني سينبانو ملينا إياه كدبنا وحاد على إنه سوك لقاضي إسقاط قصليا. مخاس النبي وخير على وحكوت النبي عليه الصلاة والسلام محاكو قصلي ساعة. وحوري وحلا إبن دجا أم الضيدا قيب كميدا. ومرخاس دولة يا أبض دول مريا كأنهم ملوك على الأسرق يجو أود مود بقرة صليرة صارا. وحيت الإله إبن إنه إلهي كوا إجا مديو. قبضه هن كذا وفيرسهم. إلهي كوا إنه يقدره بل مركز حويان وحي قتل مركز إيبري نبي عليه الصلاة والسلام هدنا مرلبات بيرد كوري كدبا هدنا وحد عذي نبي عليه الصلاة والسلام وصوب دارو بيسق وقصلي محاق قصلي سابا يقتل وحو كيريم حل إيبان لغة أمد دايدا قيب كميدو هو بدا مريا يقو دولة يود بقر خسلي رسالة مدمودو إلهي إبري بيترين ويقدر كوا كوي هرات كميدة هيد من نبي وكوي عليه الصلاة والسلام أنت من الأولين كوي هرابت كميدة هيد كبدا هن كيدو مرخ وحو قارسيي إن مرخ سحوياً أي كميد نقطة قلضة النبي قلوق بشاري المجاهدين تا كدبنا واحد عضي الله المستعان وان كوبي وقت وصونا يقول إيران لي نبي عليه الصلاة والسلام مرخ وحكرو جلتي وصيحين كسوغان نبي وحور ومضيدا تضبات قف أيا بلا حساب ولا عذاب تضبات كن وقف نجيدا يا بلا حساب ولا عذاب جنة قلي عكاشة ابن محسن رضي الله عنه وأرضاه نبي وحكيري إلهي سبحانه وتعالى قوى إنه يقمد إبر إلهي سبحانه وتعالى كمد وخلق قلضا انتي كدن بيس البابك وحري وحى الله سبقك بها عكاشة حنكي صحابة يهمي صحابة أيت المامة يسامرك وحال الرغب وقفك حنكي سينو كرو قاضم ليدنانت إيا هوسينتا إيا وحياراه غينو كقنع صنع هيا هوسة وإنا نسكدينا أخلاق دا وإنا رغيذنا ميشا وقصر غيسا سيدا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن من الجوزي ورنجلي وحويا هدي النبي النبذ واحد ذا لو قارا يتعي قفك النبي النبذ وحكير وقوقا عماها لكن وضور شيء إلهي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سيدوك لي أبو ذر الحروي وحديه جل وقرغجل هامته في الثريا ورجله في الثرى وحاد نقطة قف مدحي سحدقه تاغيه يهنكيسو لقيه سنروك أي تاغيه وحنك سوكوبيا والرغبا مركا شيء والبؤض قبنا يسهدي أخلاق تحيد هدي أي تحي مركا علمي هدي تحي دقن هدي وحك السؤال قبنا يسوم وإن أتكو فكرتا ميل بشر خو كجارو ميشا أغسر خيسا إن أتكو جارو لكن هذا علمي قد مركا سبحوية أن كتاقن تحي كليا 40 كي عمدها أتكو قنع سنتها عقيدنا أصول ثلاثي قواعد الأربعة أتكو قنع سنتها فقنا الصفيني أغير خيسا أتكو قنع سنتها يا بشجاعة أتكو قنع سنتهاي وحوية نحونا أجرومي أتكو قنع سنتهاي لغي أبو علومتي كان إن هذا أبو دقاقين بل لغي أبو والدناوي أدقو صدن سنة لغي أبو إن المركز وحوية ضدك أظهرت أغنته المركز وحوية الله المستعان احترام أتكو دحلي هذا وحنا أذن قرصان وادبات وحمد الله طلب هذا علم ذينا إيا معلمين تينا نكو ضيدا هرين أسي سعدا يرئي وينا هل سيد دارؤو علمك هنكيس كره الله سيقاضه إن شاء الله تعالى وحين أبه أنه يقف إلى أهم أنه بخاري وكالين عن نقضان رغبا قصة أسان قصوة كوبية مثلا هل كان وحي ذي كقران إن حديثك يا عقيدي سلف صالح يضطك ونسان الله قبرته يخدك عربي معتك حديثك مرخ وإن هنكاق ونقضاء ومضي يأويق أن حديثك بخاري بخاري وإن أمنه هذا لمد نقض ما أدخل الواهب إلى هيبه سبحانه وتعالى إن أتكل بخاري النقطة بخاري أضعت كي تمنزل النقطة قلت المحدث وحوري بخاري أنا أقول أوير يا إمام داخلي لورنج ليمان أتغي جلي
إمام كامرك أيام مالين سقط ضد كوا خذنا يا حديثي أيام وح أويري سنة بويري سنة كاسوا الصفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم مرخص عن كويري بويري شيخي سيد عمها أبو الزبير إبراهيم النخعي كما وريا أيام كويري بويري مرخص يقول وي عن أنت شيخي يا ويقول بودي بويري وعن كويري بويري فانظر في الأصل إن كان عندك بالكتاب كاي دب وقلنا قهداد هايسو شيخه كعي قريب وقلي كتاب كي بصوص علي وحوري كيف هو يا غلام واسد بريشك مرخاسة وحوري وصفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم وأبي الزبير ما هو والزبير بن عدي وي مرخاسة وحوري انتو يقاضي قلنكي أيو صحي شيخي وحلوري بخاري مرقى الشيخ وين محدث كي وما ديوت نغاي هورف اللي ذو انت نصدح لما لاب كيد با شيخ هورف اللي ذي مرقى قصة حيسي حديث كي انت ان لك بادلتي كي يتوانجل بانا هابوي كوار هوا مرقى انيو كي يتوانجل كي اني ماهي اللي با تنجل كي اني با تهريبي يكو واشي كو بديو عاقل اريدي ايا مرقى قدا ريساق وحن قصو كو بيها وينو في عنا خراء موسي سعونا هنكي انو قرانو قادنو ما ديونا مانت انو ما باهنا علمي انو باهنا أنا مادي هذا دتك كل اللي قالي مايو، ولما أنا هذا مادي كجرا، شيء خضر وان كير دوجنا هاي وان عم بارين يا مادي كهذا جرا، ويا مادي وهذا كامش قول يا دين تيلا هاي سحمة، وين المرخ وانا كامش قول نقدر بولن كتار هالجا هذا، أنت عشان قصو كوي هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم. بسم الله. صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد برشوين تسكوت من دائما مناسبة شرفت له أسكوت جرت دليار علماء دين أرضي يا ويلال يا قبلا با يا والد با وحن يقول سلام يا سلام نيجتي من داي قلبي أنا جعل سلام نلقو سهدي تدبر سمكور كيغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد حرمنا حق الناقص وجيدنا وأنا يروك سابسا حجابك هنا هانتي وحنا مهم هدي أي قبلهن وأي دمان أي ولا حجابتان إن أي بلشد أي وحنا أي كقسارين إن شاء الله ولا شيء دا مسلمة دا هاي نبتقلي أنا حريص كرك ها هاتو دقيقوين كم جذوه وحنا قلت على جلني إن عن وحسك حسن سنة مرضنا عن حدنا هاي أول ما قعب حجاب عم جلباب حدي عن صومالنا هاي نعادة يدقن دينة دان أولى إن هاي إن أي قبله إنه حدان حجاب كاب حسي شيء وقت يدن دم بوح حسي وين الصيف بحي نوع يد حجاب كا عصب أقار للرع يق أقار للرع يا مقع فاشيون حجاب فاشيون هذا بس يا ذو قاتي ولا شيء حجاب كشرعي قا وربي سبحانه وتعالى رالقة وكيهاي يمت كان كلا حجاب كلوي كيسيي وحا مهيمة إن أدقرت حجاب محويهاي ولا شيء مسلمة داهي ما وقت هاي خطر تايلة هاي إن أتاهل كهاتا حجاب كشرع جاء قاب كون نقنيه شروطها لوجا بهني هاي ما حد أحرتها حجاب ك قاب كأي أحرتها أما وعادة ذات كده حشيب الشدة ذات كده إحنا شيء كليه مر ميا ذن كفكرن حجاب كاد حرن تاي عدك هو واجب سين سوت الجو واجب يا قاب كلو بهني هاي إن أهذا وحاه بالأه سؤاشن إن أتاهل كاهين وايا وحات هاي معلمت أرديت اخترت كالكاليسو هويو ولال يحاس انتبه حجابك شرعيك يا رب رالوغ وكي يا وحا لوغ باهن يين وهادو حجابك شرعيك يا رب رالوغ وكي يا وحا لوغ باهن يين وهادو ميدا ستورا يدا مانشيركا قبدا مركا لغاريبا قعمها يي وجيغا إن سنهاي من سايد وقروح بضان ورقة سوچيتا وإنو يهي مد واسعة ونسو كودة جنين عما صوامو چينين تلك قبدا
inuu sanahayn mid cadar ama barfuun loo soo mariyay inuu sanu weekeyn dharka gaalada xirtaan walow meel yarna xijaabku ma ahan mar la iska xidho oo kaliya ee waa waajib Alla uu dul saaray dumarku oo dhan loogana baahan yahay inay ka xirtaan oo ka asturtaan jirkooda cid kasta oon iyada maxram u ahayn waxaan joognaa saman qofka saaba diinta dhinac yarka uu ka haysto axkaam fara badanna ay diintu amartay in la fuliyo laga tagay shirqaalada gaalada ay muslimiinta u soo maleegayaan 77% in loogu talagalay gabdhaha iyo caruurta yaryar taa waxaa tusaale inuugu filan heerka ay gabdhaha samankan marayaan sharaftii gabdhaha iyo guurkii xalaasha ahaa oo hoos u sii degayaan gabdhuhuna badankood in ay noqdeen kuwo hormuud u ah fidna walba ma ogtahay nebiga sallallahu calayhi wasalam in uu yidhi laba gobol ama laba qolo oo ehelu naara weli maanan arkin yacnii sabankayga ma joogaan gadaal bay ka imaanayaan waxaa ka mid ah dumar dhar xidhan haddana qaawan laf ahaantooda lumay qeyrkoodna luminaya madaxa kor u taagaya sida geela leexada leh isjajabinaya garbaha leexleexinaya qawanaantu ma ahan in aad dhar xidhnin oo keliya haddii aad xidhan tahay dhar cidhiidhiya oo jirkaaga muujinaya waad qaawan tahay haddii aad xidhan tahay cabaayad iyo khamaar yar waad qaawan tahay haddii aad xidhan tahay maro khafiifa oo jirkaaga laga dhex arkayo waad qaawan tahay bismillaah maxaa keenay sabankan inaan dhalno ama aynu soo saarno wiilal fooda ama jeegadu u dheer tahay sulwaalkuna barida ugu xidhan yahay waxaa keliya ay ka fikirayaan inay tahay gabdho la ciyaar iyo filin la daawado iyo gabdho la shakaansado oo keliya xilli waqtiyadii hore aynu ahayn kuwa soo saara geesiyaasha culimmada diinta islaamka dhidabada u soo aasay innagu haddii aan nahay dumar wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasalam inoo sheegay dadka naarta ugu badan inaan inagu nahay haddii marba arrintu ay sidaa tahay waxaynala gudboon inaan ka fikirno mustaqbalkeena iyo aakhiradeena dunida waxaynu joognaa muddo kooban muddadaa kooban dhexdeeda waxaynalaga rabaa inaan ka fikirno inaan raacno awaamiirta ilaahay ina falay ugu dambeyn walaashayda muslimada ah ee xijaabku weligiis muusan noqon waddo lagu muujiyo qaab dhismeedka jirka ama lagu soo jiito ragga xijaabku waa khuduuc iyo hogaamin uu ilaahay na faray haddii marba arrintu ay xijaabku waa khuduuc iyo hogaaminta awaamiirta ilaahay ee in la ilaaliyo karaamada iyo sharafta gabadha muslimadu ay leedahay ee haddii aad xijaab xidhan xijaabka aada xidhan weydo ay tahay ama xijaab inaad xidhan weydo xijaab ee sababta kuu kalifaysa ay tahay inaad xijaabka xidhan weydo ama aada xijaab fashion oo jirkaaga muujinayo quruxdaada muujinayo aada xidhato si aada u hesho lamaane sharaf iyo ixtiraam kuu muujiya ugu dambeyntii walaashay haddii aada dooratay inaad ka mid noqoto kuwa xijaaban waxaa waajib kugu ah siduu ilaahay uu doonayo xijaabka inaad u xidhatid barnaamijkan waxaan ugu talagalnay oo keliya inaan isxasuusino waajibaadkiina saarnaa iyo gabdhaha muslimaadka oo ka fog goobaha diinta lagu barto inay ogaadaan maradan ay xidhan yihiin iyo tan kale
oo Rabbi u raaliga uu ka yahay sida ay kala yihiin. Ugu dambeyntii walaashay xijaabku ma ahan wax aan wax uu bini aadan uu kuu sheegayo, waayo Ilaahay ayaa kul dhahaya yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika ونساي المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ولا شيء هدي أن ما أنت حجاب كاد حرم ويدو وحاي كبتها هي إن أدمال أنت قيامة إن أو إلى حي ونعت كدرات ولا شيء وحا مهما إن هدى أدسكحرت الحجابك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، الحمد لله رب العالمين. إلهي بما هدل ولا ليال سوك ينك يعني قبت وقرحة البدن الحمد لله رب العالمين. إلهي بما هدل سوك ينك يعني قبت وقرحة البدن lagu magaranaysay casuumayo ama lagaga soo qayb galay farxadda farxadaas oo farxad diini ah farxadaas oo farxad cilmiga sharciga ah wa xaflad aad u qurux badan ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka rajaynayno munaasabadan oo kale iyo xafladahan oo kale oo cilmiga sharciga iyo barashadiisa ee lagu soo bandhigayo oo lagu boorinayo in ay inoo soo noqnoqoto aynu dareenno faa'iidada iyo nacfiga ay leedahay. Kalmadeedu insha Allahu ta'ala waxay ka koobnaan doontaa laba qodob ayay ka koobnaan doontaa in ahmiyadda uu leeyahay cilmiga sharcigu barashadiisu inaynu dareenno dhammaanteen wiil iyo gabad arday iyo macallim aabbi iyo hooyo intuba inay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay cilmiga sharcigu. وأن السعوتان والنصوص الشرعية نصوص الشرعية آيات المامسة أهمية علم الشرعية ولاية إله سبحانه وتعالى كتاب إيس القرآن آية ظفر بضن وآدو ترم بضن أيوك هذا علم إيه برشديسة إيه أهمية ديسة. إله سبحانه وتعالى وحونا كدقي أول واجب شيء وهو الرئي واجب كوا قفك مسلم كا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إله سبحانه وتعالى وحاو مركو رئيس بيلي أو كب الله بي أقو ويعني علم يالو أنه لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى وحداني ديسا يعبودي ديسا إيا حق ديسا برء أقو إله هيمو يا إله كل حق لو عبدا إنو سنشرين مركات ربي سبحانه وتعالى هو قاسته أدبرته معرفته مو ياشته كبعد بعد أن سيدا مقررس القفكة أن مركي هوري التوحيد هاي التوحيد كسيدا كبرته كبعد وعمل كي كلا نلايمن يواجبات كي كلا الشرعية مركي أهمية علمه قفكة مسلم كه مركي أول نشوا أما وقفكة الإسلام أي الإسلام كسوق قاله إلا إيه أنت وكل من يه يعني مهمة علمه ويوتها جنت هاي مركي ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام وحيره من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قفكي ودقاده وددا وقاده علمي كرادنيه الهي ودداس وحو اوغو بدلا او كغا ابال مريا ودو جنده وقاده الى سبحانه وتعالى وغندغا اوغو فرا اوغو فرا مركه ولا ليال علمي لا تلماميهي وعلمي الشرعي وعلمك كتابك يصنّدك بنيساً وعلمك إله سبحانه وتعالى الرسول كيس وحي كيمد اللي ندحل سيئي كتابك يصنّده إيو سيدي أي قدق منينا نقدق نمركا ماها علمك وشرع والتلمام إيو يا علمك أنا نند بالدقنا ماها علمك الدنيا ماها علمك الدنيا ماها علمك الدنيا قيمة أمية لقفك الدنيا آخر مدنا قيمة في عنو ميالو هدو قيمة ويالو وأدو يدو وحو قيمة ويالاي لكن علم الشرع قاهي أدوني يا آخر بقيمة ويالي أدوني يا آخر
قيمه كويلية قف قامول العلم الشرعي قرنيني أدويدن يعني أنت ونولي هاي أعماشيسو صح من قنيسو أعماشيسو صح من قنيسو علم الشرعي ولا ليال هذون قف قرنيني أدويدن قيمة كمية رنيو لكن هذا علم أدويدن يقانو أدويدا بس هو قرنية أدويدا بس هو قيمة كلية تصارها وحاجة ردد بدن أو علم الشرع جاء مبرنين لكن علم أدويدا برتا علم أدويدا برتا علم الشرع جانا بنان كامرة يجو ضد مسلمين آه ولهذا وحضر قيسا يجون حقوق دي قرنين يجون طهارة دي قرنين يجون ظلم دي عدالة دي كلا قرنين يجون مقرنين ساي بارهم مدي والدك عن قرنين يوم قرنين حقوق دي زواجك حتى عدو ريشة علم شرعي وباهن تاي كوادا مسلمة دا يقول كمسلم كاهي خيرين بسان أو أي والد نقدان أو أبي هو نقدان أو زوج يزوجي سو نقدان علم شرعي غاي نوفا فاهي سيدي ويون نولان لهايين يا أخلاق دي قدق ملاهايين يا حقوق دا دوحي كلاهاي علم شرعي غاي لغبرتان marka walaalayaal cilmiga sharciiga ahamiyadaas uu leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ida maata ibnu aadam in qadaa amaluhu illa min salaas sadax mooyale adonku marka uu dhinto ibnu aadam marka uu dhinto amalkiisu uu gaaya ilmun yuntafa inuu ka tago cilmi lagu intifaacay aw sadaqatun jariya ama sadaqo jariya oo magaranaysaayay uu isagu ijireeyay oo u baxsaday oo marka uu dhinto ka dambaysa oo adduunka inta uu magaranaysaa ay jirtaba ajirkeedu socdo awladu salih yad'u la saddexda arimood ee marka aad dhimato ajirkoodu ku soconayo waxaa kamida cilmiga naafica marka walaalayaal halka waxaan ka garanayna suusa sharciiga ahmiyadda cilmiga sharciiga leeyahay ayaan garanayna sidaas oo kale dhalinyarta wiil iyo gabadha waxaan ku boorinayaa iyo naftaydaba in cilmiga sharciiga la barto dhalinyarta kaliya ma xataa waalidku inay cilmiga sharciiga bartaan maxay yeelay nolosheena dhan baa ku xiran waxaad moodaa wax badan oo kamid ah diinteeni inay iska noqotay dhaqan iyo abka soo gaar iyo hidiyo dhaqan sida gabdhuhu hadda sheegayeen xijaab oo kale wax yacni la iska qaato inuu iska noqdo salaadii wax la iska tukado oo ay noqoto cibaadadii qaacadka ay noqoto wax dadka qaar ka sameeyaan ama la iska sameeyo xilliyada qaar kood oo aan qiimo badan dadka agtooda ugu fadhiin laakiin hadda shayga cilmi u leedahay qiimihiisa garanaysa tusaale ahaan nabiga kaleey salaam wuxuu yiri adoonka marka godka la geliyo saddex su'aalood baa lagu weydiinayaa man rabbuk ma diinuk man nabiyuk ilaahay baa lagu weydiinayaa ilaahay maxaad ka taqaanay ربك وايو رسولك قال لمويدين رسولك ما حد كتقاني ما كنت ضيعتي من راعدي ما كنت من سننتي يا آدابتي يا أخلاق النبي وحال لمويدين دين تهدي ما برتي كتابك السنتي كتابك واضو حفظي واض برتي سيد الله آخرية لكن ما حد كتب أنت بطالة سدح هذا السؤال قال لمويدين قف قدون علمي لهين أو سنكو عمل فلم علمي نكو عمل فلم كما صبيح كر السؤال هذا والله ليال waxaa kaloo si gaar ah u baraarujinayaa dhalinyarta ardada ah iyo macallimiintaba in cilmiga sharciga ee xafladiisa maanta loo qabtay xafladano kale oo noocana kulli imaanan anugu horey u soo qayb gelin waayo inta badan waxaa dhacda xaflado taxfiidul quraan inta badan yacni xadhiga laga jarayo ama la abaal marinayo taxfiidul quraanka laakiin taxfiidul quraanku kitaabka ilaahay waa acdamu kitaabin kitaabka ugu weyn لكن علم الشرعي جاهي وكي كتابك ففري مقرنسا معنيه سي آدابتي يا أخلاقي علم الشرعي جا هي قوة المامية علم الشرعي اللي مش شيءنا وتفسيرك قرانك يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيو سيدا علم ذو الشرحين مركا دي عاد مثلا قرانك حفيده وعاد معلم نكون نقطة علم الشرعي جنا فراغ قاضه حتى تفسير قرانك عاد برنين يا حديثي سننتي يا علم الشرع جاي فاصنا هذا برنين قفك جاهل كواحد بدل مدانتي قفك جاهل كواحد بدل مدانتي
waxa laga yaabaa wax aayado badan oo akhriyayso inaad ku dabaalanayso oo meel kaga dhacayso sidaas daraadeed cilmiga sharciga ah cinaayo badan ha loo yeesho arrinta labaad waxa weeyaan waalid iyo macallimiin iyo dadweyne dhammaantiiba cilmiga sharciga ah ha la booriyo oo ardada ha lagu booriyo oo awlaadda ha lagu booriyo oo ha la xoojiyo oo culimada cilmiga sharciga aad baraysa xalaqaadka masaajidda iyo madaarista iyo ma garanaysaayey ardada haysa ee cilmiga sharciga baraysa ha la taageero oo ha la booriyo oo ha la dhiirigeliyo oo kor ha loo qaado insha allahu tacaala anigoo laga yaabo inuu waqtigii iga dhammaaday waxaan ku soo koobayaa hadalkayga walaalayaal haddaynu doonayno inaynu horumar yeelanno horumar inaynu yeelanno qofku wuxuu ku qurux badnaa inuu diintiisa barto kuna camal falo qofku inuu diintiisa barto kuna camal falo haddii aadan diintaadii intaad barato aadan ku camal falin ama diintaadii aadan barannin oo aad jahli adduunka aad ku joogto waxaad ku tahay adduunka dushiisa iyo dadka muslimiinta iyo ummadda iyo adduunkaba culays baad ku tahay lugoyoun baa tahay naftaadiina waad halaagaysaa waayo waxaad ku dhaqmaysaba ma garanaysid inuu sax yahay iyo inuu khata yahay aad baan idin salaamayaa aadna waan ugu faraxsanahay wajiyaashan wiil iyo gabadh dhammaantood ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka maraeyaa inuu ka dhiga cilmigaad barateen eed soo bandhigteen cilmi naafica oo ay ku intifaacaan idinka naftiinaad ku intifaacdaan waalidiin ku intifaaco walaaladiin ku intifaacaan ummadda iyo deegaanka iyo shacab weynuhu ka intifaacaan aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله بارك يا شيخا سيدا قيمة بدن أو علم لا إنه هو في وحنا مرينا يا غير استوى مغلي هذا الكاشفة حتى هذه من هري وبرين وعذر وسهري وسيد كثير إنه حتى أقول قاضي دوما أو قرب قاضي دوما أي رجال يا نعم فلولا العلم ما سعدت الرجال ولا عرف الحلال ولا الحرام وحنبيريا يورو فيصل احمد سي اي كلمات قصيره اي ميشن وغسوجيسو بسم الله الحمد لله الذي بنعمته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان وعلى مبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحاب أهل العلم والمعرفة وعلى سلف الصالح أهل الفساحة والبلاغة رضوان الله الأجمعين وبعد ضيوفنا الكرام أحييكم باسمي وباسم الطلاب والطالبات المعهد ابن تيمية رحمه الله للدراسة خط العربية مع علوم الحديث وعقيدة السلف الصالح بتحية من قلبي يطيب شدها مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كم حديدين كسو تشهدين يا شعر كسابسا مع سأحكي عما بداخلي وأنشر أذكى تحياتي لمعلم القالي مربي الأجيال وصانع الأفكار ينير لنا الطريق ويسعد الجميع هو الأب والأم هو من علمنا وأسعدنا وتعب من أجلنا ألف الشكر لك يا معلمي تعلمنا منك الكثير علمتنا الأخلاق وزرعت في نفوذنا الخير شجعتنا وحققت أحلامنا معلمي أيا فخرا به ارتقينا أيا مجدا به ثمونا بك نفخر بك نرتقي ما توفي بك العبارات ولا حتى التحيات دعوت الله أن يحفظك كنت أنت الزند لطلابي وتسير دوما خلفه صنعت في نفوسنا البسمة وتركت أحلى بسمة حملت الخير وأسعدت الكثير شكرا وألف الشكر لك يا معلمي أنكو رئيسي حفلة فربضا بانك قيب قلي
لكن رنتي حفلة دنيوتي هو الرئيسي ومجال تجان كقائد جلو وعلوم تشريعية مع الجونية روسا بندقة واتي هو الرئيسي رنتي وحفلة سامين تيدلة أمان تيدلة وحن كور قبنا إن معهد كان ليجا هدو معهد ابن تيمية سادرات المحمية ليا قبضا ليجا هدو أما أرضيت ليجا هدو حيتما شيخ أبادل وإنو أقول لقين دونتا أما أخرين دونتا لامية ابن تيمية الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه أهل العلم والمعرفة وعلى السلف الصالح أهل المصاحة والبلاغة رضوان الله أجمعين وبعد ضيوفنا الكرام والطالبات مع الامتين رحمه الله للدراسة خط العربية مع علوم الحديث وعقيدة السلف الصالح بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طلياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة وحن بس وجدين يا كتاب كلاميتي المتين يا سريع مذهبي وعقيدتي رزقي الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا يمثل عنه ولا يتبدل حب الصحابة كل من مذهب ومودة قربى بها توصل ولكلهم قدر على فضائل لكن الصديق منهم أفضل وأقول القرآن ما جاءت به آيات فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا تأول وجميع آيات الصفات حقا كما نقل الطراز الأول وأعد عدتها إلى نقالها وأسرها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه لي منهل وكذا الصراط يمد فوجا منه فمسلم مات وآخر مهمل والنار يسلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم احمد يقال فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام وحين ويلنا إن كان أرضيدا أن إن شاء الله تعالى مقعيد ذيرين دونه صوبة لكتونا خذك عرليا وزمورد يا قليلك جهدو دا او دقاق دونا
مركم قاعدة يبيعين إنه عصاك عن شلا وتعالى وحين هو رئيسين النازبيبة أم السبيبة جمال محمد عصاك عنه سيدا كله مقاعدة كرنا ويبيعين الناسي أي سبوع هديالاني حمدة محمد يوسف يضمع صوك عضو رشيد يساعي محمد علم وحي صبر نجدونا خطك عربية وانواع كدوان كوبية طبعا طبعا وحيوان نسول شيدنا ياي والنماذج يتصال يالوي مركا أرضي بدل بعض البر سيني سوتشي اليوم ويهال نغني إن شاء الله تعالى وقت ما هينو مركا مغايضة يجيو لي أمباي من دونا وصوبة لغيا رضي الله عنه الكريم المصطلح يا نداء كان فرانسيس بن موديه الله مركا خاتك هلا بدي تعالى تعالى هو بيتوان قطر دون اي اعداد هذا تبع التلسي مركا وقول اوين وين بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام خد كان قريب حلا ده خد السنبولي وأنا خد كوجدم بيا يعني خدود العربية أنت أنا وكرديني خد كوا خد السنبولي وأنا خد ككويت ثمانات مثلا كانوا كوجدم بيا خدود العربية والله مغلب أنا ملاين يا وحيت لي خد كم حال إذا خط السنبولي خط السنبولي بالي هذا وأنا خطك كوبي تبنات أمريكا خطك لبرنا يو وغدم بيا أي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خط كان قري وخط كشانات وحن لهذا خط ثلث أم الخطوط بكم قاعدة ريانة. ولا فهمي بنا أم لينا يا.
مركا وينو اسكما ساحنا قيبتن قيبتك لا يا ان شاء الله تعالى وجود بنا بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعد وين شمشم رشيد وحن حقا كسو جيتني أخذك فرت اللي حد وحن ردا فارسي وفرت اللي حد وحن ردا فرت فارسي تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان وحين ويرنا إلياس محمد جبريل أو لبك المو أو هردع أن لهين ديه دونا وحو أحد دونا أرضيدا كلمة أرضيدا أيو تشيدين دونا لبك المو وأن هردع لهين ودق دقا هل دقيقة وكسو كوبيا أيو ديه دونا إن شاء الله تعالى كدب برنامجكو قبقبو أيو السقيا صلاة الظهر نوينه حساب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعدي دمان مرت صرفت كسوق قيب كشيء دمانتين وحالدين كسلام يا مرلا بعض سلامتي سلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حقا وحان دمان أمضى مسلمين تام ملك سيجوا ويماسين مرك الله بعد الحكتة وحان حقا سجارة وجوهم بلينا يا أرديذان هذا قبيل لي قبل وحان إذن الله مبروك مبروك ألف مبروك. انتا كبعدي إلهي بام هذا إسقاله إسكو كان كأني ماشان بركيسان أما مقام كان إلهي وحان كريجين إنا ميلها نيا ميلة كالوكسي ونكسان وجنة الفردوس الأعلايا إنو إلهي إسكو كان كأنو إلهينا خير كأي حق هاي نفانسيو. انتا كبعدي إن أرضي ذا نذا هدي إن أنا قال لي قتري إن أفكار أرضي ذا كهذا له هدي أنا حاجة كهذا له هذا الكيجان هوري دقني لي سي سي أي أو لي يقول هذا الكعو كوبين أي هردعنا ملها إن أنت تجيء أوجد يسوق كوبي دون سوق كوبي أوجد حاجة وحن مر لا بادية مر كوبادية مر صدحات أنت بان وقام هذا علينا يا أستاذ معلم بدر حفظه الله تعالى وحن كي رحم هاي وأسجنا هذا برنامج كنوعي ماضي وانكش علينا نهارين نوعي ماضي أستاذ معلم نمعان حفظه الله تعالى أسجنا وحنا لا أستاذ هريوسع أرضي داسو صارتي بأرضي سي صارتي بارك الله فيكم وأحسن إليك أنت هذا كي ماضي أرضي ذا نذا يويلش نذو وحيكون اللي ريهنا ملقوية قانا آد كنا يوبرتن دين عول بحوق ويسارن لكن دين عي حوق سارن والله بذا فن العقيدة يا فن الحديث إيو فن الخد العربي وهذا أرضي أنا كم إذا ينسوي دينيني لما أرضي ذو أنت هين كبدنا ويسوي دين لاين لكن وقت قلنا عليه أوجد برنامجك وننهاري أنا نقول إن أوجد يا نسوق وبقبيننا قر قابن هذا الكذ قابن بيسوع مالكم ما هذي مركو بادي مر لا بادي مر صدحات قبلها أن ذي ويلش إذا وحنا له هاي همبليو 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 هريوس يسوع ذا كو منو تاجني هل كابن كسي هذا قاندنا إلا ينتهى النورش نكرمن إلا ينتهى مولك الميت كل نوعي من ينا واسي وذينا معلن كان ذي نلسود ذاري جريحه جنسو ساري جرينا وحنا لنا هاي إلا ميسان كحسنات كعكوسارو والدين تاعي لما أن مرت شرف سكسوق يبشينا وحنا ذي له هاي أد بعدهم يا سنتيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحنو جينا الشيخ بدري أو مديرك يا معلنك معتك سيئو إن شاء الله تعالى كالمديسة وهلك نغير هذا فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام اللتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أولا الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى بما أذكره إن أقل هذه إن نقابة نسكو إيمان إن هدف كي نسكو إيمان أن آيته للدين دين درتي إيا أخوة إلهي درتي أو نقدر حيس أحبتي في الله أنت أنا انقضب كأنا موضوع أنا جد جلين وحن شعلي السي إلهي سبحانه وتعالى ما هذين تيسا كجذال إن أنا أم هد عليو رمان مرت شرف وكسو قيب كشيء مناسبة غن أذك وقالقة وحليه إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك إذن سارو طلابك الساد نوصو قادين قوبها كلا قد قد سنه كلا فوق فوق مسافضو داي كلا دادير تايد نوو كلا تمادين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك إذن سارو إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى الله إذن كو عسمو كل يوحي وصياه يا دردارا يا وانا إلهي إذن كيس شيوخ ذي نبا نور دم السري وباقي مجرو أنا صلان كأهين يا هل كلمة وحي معلومات يا كتا علوقة معد ابن تيمية رحمه الله إنه بل أبوغانه إن شاء الله تبارك وتعالى
وحين يرد لساقنا إن شاء الله تبارك وتعالى يسقى وقتنا ونغير يهي ضد بضن أنتو هولك كبع سماء تاغيهين تاغني ذا أي تاغيهين أنسا وحب الله هين كفر حد يعني كتشعلي ينفر حد أي أرضي ذا اللقاء ذا يعني أرضي ذا قلن شمينيس حفلة وحى الله قبنا يا وأرضيكو دوات تضوات قفأة أو كقل تبيني خطوط عربي قاهي أكل قد قد سنيد أينو هالكن كحوس الضونة مقعية ذو ذا أينو نرجين دون إن شاء الله أرضي ذاس أرضي كذن بيسا أو كضايا شمضن إن أينو هالكن كده حلو سيدو كلا كتبتي أو إسكوتشر الله بفني فن الحديث هي فن عقيدة السلف أرى كتب أنا سأوصي فربنا لكن قفك إلهي وفانسي يكو أنفع ميا أي يقنع أي برتين إن شاء الله تبارك وتعالى أن نحصي دونا إن الشيق دونا مقعي ذو ذا وحين كورين دونا إن شاء الله تبارك وتعالى تاريخ ذا معتك معتك تاريخ ذيسا تقريبا وسنتين وعلى بصنو لغا صوب بلاب الله بضا كوني اللبي اللباتن كي بشي شنات دلقاتك أي علمي أي برنين أو دلقاتين أي إلهي سبحانه وتعالى درجة أو كقارسيي ما ها درجة الله إسكا قاريو ما ها درجة قفك السبا إسكا هلايو ودرجة أباهن سوچيد إيا وقت بضان إيا إن قنت ديش الله حد سيدا أو قيد ولا ليال كلماتك واحا أمهم سنة تهي مركا تاريخ ذا لغي مادو إن لحصو سبب تلو بلابي معتك سبب تلو بلابي ولا ليال وحايا هيد ندام الدعوة أولا وحان قوان صدياني إيو إيو ولا لها إيقا قبل كميدا إن إينو دعوة أينو أينو أصم أينو جدول إيا النظام أينو كوكود بينو وددك إلهي كوحرنو وانا اللوغلوغ لغو حرين دد إلهي كسوكي يا رسول كيسان أنا لغو حرين سيدا أوغد نظام كي أنغو ودنا وحينو كبلابن محاضرات إنو سمينو وإنو حافظا محاضرات إنو سمينو كبعد محاضرات كي سيدا أينو أودني مركي الدنبي وحوغها قعبا يردعضي ونظام كي دعوي قسان أودني أيا واحد دلكين أما حافظهين كبضا قولي لي لذا خوارج وآذي آذو الدقن ومدى المسلمين تردمان كأمسانين قاليهين دولة كأمسانين قاليهين صلاة أنا كلتو كنينين عنا أنا كل قوضانينين حضيكو سلام يانا أنا وعليك أنا كودا فنينين فكأنما أكتوذ وحكتها يهودية كريستان إنا ضغو يعني كقال نبوينت كبعد وحان سخطينا إنا نمده وقدقنو أنه مال المحاضرة هنا وضد بضن المحاضرة أي صدع ودقي سنة يانو آذ أي يعني أي قبر رسيهين ضد كان إيا وحي آمن سيهين أي وحاد عظيم مسايدك أي دقالكو بلاوان هير حتى الرقو ذي دقالين كقود بين دمركو ذي ورف سوقاتان فكأنما واحد مدوين طانير إلا دقال لميان مسايدك وضع دقا حلقا دقي كبعد الحاصل دعوتي قيرن قير بيقش وحان شعلا يساني مركا ما عدين اينو فرنو كبعد يالك هاددك دعوتي يدين كودي لغو برو شرعي الهي اي واناكسن اي قبري قفك سبقو راعيين برنو انا غونا دقالة كربين مالي الدنيا كربين هدف كان نظونا وياهي الهي سبحانه وتعالى اينو اجر نقصيو الهي اينو سبب نوغردك تضبطن اني فهمان دين كيس وسليم كأها النبي صلوات الله وسلامه عليه لحال ونوغتك ويري تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي مالك لو النبي ونوغتك مجرته أنا هين كتابك إلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو فهم أيه على فهم سلف هذه الأمة نعم كبعدي
الحاصل ويسو سعتي إلهي وحي سورتك اللي لبصن قدهيد إنو إلهي أرضي دار ديمان كاه وصو صارو وان كوكال صونا هاي ميتك سبب بوصي إنو فريسان كرادة وان رجيني إنا ينسن دونان وان رجيني ميتك سبب بوص كان أنو بو فرديو إنو صو فريسان دونو أرضي دا مركا إن شاء الله إجازاتك واللسين دونا شهادتك واللسين دونا وحي كقل انتمينا إنا براتينا أرضي قفك سوالك اتشوك مناسب يوطاي محايا لقف وناكسن وناكي كقضيو وحي الدنيا مويا وحي وناكا إن لو كلا ترتمويا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بو إلهي القرآن ولا ليال أرضي دو فنون تكقل انتمينا هادينو كورو إنا خدك عربيكا وكوبية طبان خدوي أرضي ذا مركز مدد عيكو قادتي هل كي فربيني قاتان وحان شعالي قفك سوالك جوغينو ورئيس صبر كي قفك وغبان تي قفك سوالك جوغينو فريس مركا انتانا نقود قلين وحا آن آدي آد آنو شعالي سي إنان أبو مهد عليو محايا لقفك آنا ابن آدم كواناقي وسميين أمهد علم وايين إلهي أمهد علم وايين يعني إلهي كما هذين ما يقفك أن يمعبه وسيو أستاذي وشيخي وحبيبي ووالدي نمعان محمد يوسف إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كأوصار إصوغان وحدة قال إيقا ذا معلن كيقا الدنيا إيقا ذا أياوي بريخاتك عربيقا دردارن كيو إيقا تغينا وحي أهيد إنا نبدلو oo maanta jigjiga macallin labaad laga helo oo khadka carabiga booskiisa la taagan oo garabkiisa saaw la taagan wali ismeelihi darajadaas iyo la dardaarankii macallinkaaga waa dhameystirtay laakiin waa rajeynaya laakiin waxaan aad iyo aad aan ugu farxad gelinaya macallinkayga inuu arko waqtigu igu bixiyay inuu san ku khasaarin ardaydaas waqtiga aan ku bixiyayna inuu san khasaarin وانا نمع إلهي وحان لنا الحمد لله اللهم زدنا ولا تنقصنا وحاك الله نستغنق حجسين يا شيخيك أن آتك أدونك وبوتش على هاي السبب إنه غضي مانتا إنا أن عقيدة ذو أي وناك سناتو دينك إلهي إنا أن برطو شيخي شيخ أحمد عبد الحي الملقب شيخ أحمد مسكين حفظه الله oo iga saxay xagga iictiqaadkiya aqeedada qashin wixii qalbigayga iimaankii halka igaga jiray iga saaray ilaahay sabab u iga dhigay alxamdulillaah maantana aan aaminsanahay ilaahay iyo rasuulkiisa cid aan ahayn aan laygu xidhi karin saxaabada wixii diin u ahaa inuu diin yahay waxaan saxaabada diin u ahayn inuusan maanta diin inuu noqonaynin low kaana khayran la sabaquuna ilayhi balay إيه شيوخ ذا كلام مشايخ ذا كلام إيه كقيب قادة مركا وحبر الشداس أي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك أوضى صار رمان وقتي قاي قير خضوط عربي إيه كوبي تونك مقعيود وحي كيهين فرت كوبا ذو حالة دا خط النسخ وفرت وقوقرين القرآن الكريم إيه نبسو عسن لبسو الدشي فرت لبا ذو حالة دا خط الرقعة أي الله نحا فرت صدحانا وخط القلب أو خط الرقعة الثانية فرت أفرادنا وخط الديوان فرت شنانا وخط الثلث فرت اللحانا وخط الفارسي فرت التضباط أيضا وحلل الديوان فرت سديدنا وجلي الديوان فرت السقالنا وإيجاز فرت التوبانات أيضا وحيتا وخط السنبولي فرت كوبية ونادنا وخط الحر أرضي ذا هذا الكافر ذا فلله الحمد وحي كتير أرضي كوبية ومن كده ما يسري انت سو خط طبعا وحي الله قبرتا قال إن قرية عادية أي خطك هلنا وحي الله قبرتا قلم العادي قال إن كان عادية وخط الحرب لها أرضي ذا الكافر وضفر ذا وحي رجينا إنا وضبرتان أون اللي هي للمعلن عرور وحبرية
isagii ubadkiibaana la kala soocayn waxay qorayaan marmarna laga yaababa ubadkiina ka far qurux badnaadaan waxaan rajaynayaa in la iska dhisi doono oo la iska sixi doono qofkii diiwaan qoraya ama raba fawaa'idda marka sheekhiisu kitaab u akhrinayo inuu qorto waa inuu khatir cabarta farta dadajiska iyo yeeriska inuu barto waa laga maarmaan waxaa kaloon ku xijisiinayaa kutubta ay barteen ardaydu ee labada fanni kale ah haddaan ku horreeyo fannul caqiida ardaydu waxay ka barteen 10 kitaab dad badanna waxaa laga yaabaa hal kitaab inay ka qatan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala hayna faansiyo kitaabka koowaad waxa uu yahay khud caqiida aw khud caqiidataka min alkitaabi wassunna wassunnati asaxiixa kitaabka labaadna wuxuu yahay thalaathata usuul kitaabka saddexaadna wuxuu yahay qawaacid alarbaca kitaabka afraadna wuxuu yahay nawaaqid alislaam kitaabka shanaadna wuxuu yahay laamiyatu ibni taymiya kitaabka lixaadna waa usuulu sitta kitaabka toddobaad waa xaayatu bni abi daawuud kitaabka siddeedaad waa hadihi dacwatuna wa caqiidatuna kitaabka sagaalaad waa kashfu shubahaat kitaabka tobanaadna waa sharxu sunna lilimaami almuzani raximahu llah fanniga labaad ee kale haddaan ku xigo aan ku xijisiiyo waa fannu lxadiid fanniga axaadiidta nebiga salawaatu llahi wasalaamu calayh eed moodi dad badan inay dayaceen oo laga sii jeedo meelo kale lagaga mashquulay shaygii nebigu nooga tegayna oo ahayd sunnadiisa laga hijrooday ardayda ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro 7 kitaab ayay ka barteen fannigaas oo kale ah 40 nawawi 40 fi axkaami albaaliqaat 100 xadiid maca ajzaai thalaatha waa 100 xadiid oo 300 xadiida 3 juz kale ah 70 xadiidan oo kitaabka afraada kitaabka shanaad oo 100 xadiid fi axkaami asiyaam ah oo sheekh cabdullaahi uu qoray xafidahu llah magaalada inala degan kitaabka lixaadna wuxuu yahay mukhtasaru abi jamra kitaabka toddobaadna waa cumdatu laxkaam intaas bay ardaydu barteen ilaahay ha ku anfaco subxaanahu wa tacaala innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ku dayda oo dariiqay qaadeen ka daba qaada allah inaga yeelo intaa ka bacdi walaalayaal kelimaadka laysiiyey waqtigii waan dhaafiyey in badanna kolley waan fadhiyo intii inaan ka jaranayaad iyay u yar eegtahay dadka taagan ha dulqaateen in badan baad sabirteen axibatii fillah ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro walaalayaal waalidadaan la dardaarmayaa walaalayaal waalidadu sabinkan joogna labay noqdeen waalid waa waalid ubadkiisa ku baryaya kaale waxbaro ubadkii ay diidan yihiin inay waxbartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidada ubadkooda ha u islaaxiyo waalidna waa waalid ubadkii cilmiga u diidaya halkaa tagin waxaan ha baranin tahaya walaalayaal munaasabadda aadka u qaaliga ardayda maanta qalin jabinaysay toddobaatanka ku dhow rajadeedu waxay ahayd inay 200 ay ka bataan laakiin maxaa nusqaamiyey oo ardayda ka dhigay inay 700 xataa ay buuxin waayaan qofka sow si fiican u dhegeyso waxaan ka hadlaya dhegta u dhig maa shicir gabayna maaha waa wax laftaada adig kugu socda kuna anfacayo haddaad ubad hayninna markaad dhashid buu ku anfici walaalayaal waxaan hayaa ardayd macadka ka mid ah oo ii soo canaan calaysa maalmahan oo dhan mashquulkaygu aad iyo aad u badan haddana canaan calaya maxay ku canaan calayaan waalidkiiba noo diidan macadka inaan imanno waalidkiiba ii diidan inaan wax barto maaddi ku mashquul mooye diintii inaan barto waa la ii diidan yahay halkaasay sheekadu maanta taagan tahay dadna waxay leeyihin alla ilaahu ubadkayga waxii bar kuwii kalena intay dhanxiir iska dhigeen bay luuqaqaa wareegayaan adigana ilaahay baa gabadhii ku wanaajiyay wiilkii ku wanaajiyay wuxuu ku leeyay macadkaan tago ha tagin baad leedahay walaalayaal way nagu dhex jiraan waalidiintaase idinkaa ubadkiina ka qadiya maanta farxaddaas ay la mutaysan lahayeen saaxiibadood idinkaa ubadkiina sabab u ah inay maanta qeyrkooda ay ka hadhaan idinkaa ubadkiina sabab u ah inay maanta ka dib dhacaan sidaa awgeed waalidka sow mas-uuliyad baa ku saaran xilkaa ka soo bax ubadka kula dadaal inay wax bartaan dhaqaale sii kutubta u soo gad buwaagta u soo gad sawdiga dharkaba u soo iibiya sawdiga kabaha u soo iibiya sawdiga kireemkoodii ee waxyooda ugu dadaala ma kitaab baad u soo gadi laadahay
gabadha aad halka kitaabku ay u soo gaadheen maktabad guriga uga dhig dhaqaalaha ka baxaya adduunyada aakhira inuu ku anfacdaan rabtid gabadhaada kutub ugu soo gad kutubta heerkay taagan yihiin qaaliga yihiin waad la socotaa waa saas gabadhii cilmi rabta wiilkii cilmi raba ee dhaqaalaysan dharkiisa ha xaraasho kutubay ku iibsado boorsadiibaa kuu badan kutubta guriga kuu taalla iyo dharkaaga haddii la tiriyo ay dharkaagu farabadan yihiin ka war ayaan darro weyn ayaan darro weyn sidaa awgeed walaalayaal dadkeennii waa wanaagsaneed cilmiga aan kaga dayanno xaggay qaadeen dariiqay qaadeen hanu qaadno haynu dadaalno adduun iyo aakhiro waxaynu ku dadaalaynaa inaynu janno galno adduun iyo aakhiro liibaanteennu waxay ku jirtaa inaynu rasuulka raacno war walaalayaal waxa ayaan darraa in lagugu baryo ilaahay keliya tacaabud war rasuulka raac soo ayaan darro ka weyn miyadaysa yaa ayaan darro ka weyn miyaa jirta qof lagu baryay war alle keliya caabud rasuulka raac cid kala raaci war saxaabada wixii diin waa diin ka dhigo haddii lagugu baryo ka war waa ayaan darro walaalay sidaa awgeed walaalayaal insha allah waxaa kalon iyadna ku baraarujinayaa macalimiinta ee qur-aanada dhiga ee macaayidda dhiga dhammaan inay ardayda ugu kaalmeeyaan inay cilmi sii gudbiyaan cilmi inay dadka u sii gudbiyaan la dardaarmaan intaanan ku baray waan ku baray dhaqaaq sheekh kale hoos fadhiiso cilmi ka qaado ku kale hoos fadhiiso ka qaado siyaaso ummadda siyaanfa laakiin inaan ku idhaha ka waran ani halkaa ii fadhi haa intiina xeertaydii baa tihiin beerta ii fala idinku ubadka ii ilaaliya haa idinku xaafadda ka shaqeeya idinku xaaska ii ilaaliya saas walaalayaal diin maaha marka ayaanan lahaa haysanin dadka waa in dadka lagula dadaalaa inay cilmi sii gudbiyaan marka intaasaan ku soo koobi insha allahu tabaaraka wa tacaala macadkuna kulley taariikhdiisa ma dul istaage waa macad u furan ummadda wixii ka faa'iidaysanayo dhan cid ka soo faa'iida rabta dhaqaalo lagaama rabo kaala faa'iidayso keliya waxaad ballan qaadaa waqtiga lagugu bixinaya in leeg inaadna sii bixin doontid ood ummad anfici doontid marka insha allahu tabaaraka wa tacaala ustaadkaygiioo jooga waan ka cudur daaran inaan hadalka ku sii dheeraado inuu igaga dambeeyana aada baan u jeclaa oo layska dulqaato halkaas ayaa ku soo koobagabeynayaa wallaahu aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu qaaluu yuujadu fi lbi'ri maa laa yuujadu fi lbaxr waxaa suurtagalay in laga helo ceelka wax aan laga helin badda runtii macallinka da'da yar leh khayrka iyo wanaagga uu meeshan ku soo bandhigay waxaa laga yaabaa inaan dad badan oo ka waaweyn aan laga helin ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkiisa isaga iyo dhallinyarta la shaqaynaysa ee macallimiinta ahba ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryanaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro dadaalkoodaasina inuu midho dhalay horteennu ka muuqdaa waxaynu leenahay sii laba jibaara oo sii dadaala ilaahay subxaanahu wa tacaalana haydinku garab galo insha allahu tacala kolley waa la addimay waynu iska soo gabagabayn doonaa xafladda macalinka macalinkiisa oo sheekh maxamed ayaa insha allahu tacaala u yeedhaya si uu kelmad u yidhaahdo intaa wixii ka dambeeyana shahaadooyinka ayaa la qaybin doonaa marka sheekhu ha ku soo dhawaado alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu cala sayidi almursaliin wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ikhwaani fi lcaqiida assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu dhammaan waan salaamayaa qaybaha kala gedisan ee halkan jooga xaqiiqatan munaasabadan aadka u qaaliga ah bilowgeedii hore aan ka qatanahay waxaa aada u qurux badan inaan joogo xilligeedii hore laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa taniya tu ka fiicanmayna inuu sii wada wadaagi doonno ikhwaani hal kelimo keliyatama baan insha allahu tacaala ku biirinayaa xafladda kelimadaasoo ah waqtiga inaan ka faa'iidaysano intaynu waxa weeye cimriga iyo da'da hayno da'yarida qofku sidiisaba haddii uu inta uu yar yahay uu dadaali waayo wuxuu calaacalkiisu aada u bataa marka uu weynaado
مركو وينادو مالو كعو قرن وايو أيو على عالكي سؤادو بدنيه على عالنا وحالا وحاو قوني مالاها مركا وحان كسو كوبايا إن دأي يريد لغا فائديستو هدي أرهد دذالي ويدو قارد موح على عالو حقوطر يا مالاها انت حسن إن شاء الله تعالى توكيدين يا ناتكين يا وحاكالون ربينا آذي آذي قدرة مشايخ دبر كيسان يالكا تشوغا قارهان معالي كينا دا أذير المعالي بدري دذالك وموتشي إيو وحويان وحتركا مرحة ليلة تابان كرو سمية آذي آذي قمات سيهي هي طالب هذا إيو انت كلاكو حرن إن شاء الله تعالى إنا كسيفة إذا استنى دذالك سيب بذيامان إن شاء الله تعالى كلتني لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين ويرنا أرضي وحاشرت سؤاله يجواب دياريسي مركا حسود وادان هنا الصوغ عند الصدان ما عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حكم وحن كسو تيدن دونا سؤال الدين إن شاء الله أن رجيني إن لقوة فايدي سن دونا دمان كسو قيب قلياشا سؤال شو أهري سوى حيلا ذا هاي سذة دين تينو إمي سمر مرتبطات أي لا ذا هاي دين تينو إمي سمر مرتبطات أي لا ذا هاي سؤال شو أهري سوى حيلا ذا هاي سذة دين تينو إمي دين تينو إمي دينتين وحي لاذهاي إمي سمر تبضاد أي دينتين ولاذهاي مراتب تديد ده الشيء يقولون يقولون ديني هيا أنا الله يا أهل يا كتوري كون أهوي هيا ما شاء الله بارك الله ما شاء الله مي هاي سؤال وحاد شيك سأوح منسن إلهي أبور سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون صح وحاد شيكتا صدح عمل أبال مرنتي ذا إلهي ما ينقف كلون أغين وحاد شيكتا أن تضبش روضات أو كلمة لا إله إلا الله وحاد شيكتا جزاك الله خيرا وحال شيكتان كلمة دا الله سورة دا اي بلا ولا لما دي كترتو واحي قبلها لو بريتشي سؤال شاك قبلها ميا صح ويان صح عفوا وحاد شيكتان ننكي أصوب حي إنه نبي محمد إنه نبي جين الدليل صلى الله عليه وسلم ميا مين ابن حرام؟ أولاد
waxaad sheegtaan ninkii keenay fikradda dagaalkii axzaab in god noqdo ما شاء الله جزاك الله خيرا جزا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.